يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجمع صلى بنا الخطيب وخطب بنا خطبة واحدة جهلا منه أو نسيانا، صلى الله العافية. يقول فما حكم صلاته؟ ما هو بجهل ولا نسيان، يتعمدون هذا، هذول متعالمين الآن ظهروا على الناس يريدون يخالفون ما عليه غيرهم، فيخطبون خطبة واحدة، ما تصح الجمعة إلا بخطبتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وخلفاؤه جميع المسلمين يخطبون خطبتين، هذا الإجماع، لا يجوز هذا الشذوذ وهذا. لكن هؤلاء خطر على الأمة، المتعالمون هؤلاء خطر على الأمة أن يضلوهم، فيجب الأخذ على أيديهم. نعم.